بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما شاء الله. أمي يلا يا جماعة. ما شاء الله. مو كده اللي نايم يقوم بقى. ولا النهاردة الجمعة. امبارح كان الخميس. شايفين الجمال والحلاوة. النهاردة يا جماعة الجمعة هو عند الثلاثات وعند الأربعات وعند الأسحار. جميلة جميلة جميلة. وعندي فسيخ شامورتي يا جماعة زي السكر. يلا تعالوا كده. صغير وجميل والحلو. حاجه كده في وسط الجمال. هتعملي لنا سندوتشات يا ام احمد. صغير وافتح لكم واحده وهتشوفوه. السيخ شمار صغير امشي لكم النهارده. يلا 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 كده. يلا تعالوا عندي ب 150 جنيه. يا حركات. يلا يا جماعه عندي 150 جنيه عرض بفتح. اللفه وحدات الخمس وحدات كيلو. ما شاء الله حاجه كده جميله وحلوه. وعندي الثلاث حبات كيلو اهو. ما شاء الله. وعندي الحبتين. وعندي كل اللي انتم عايزين. ويلا جدعان تعملي لنا سندوتشات. انا هعمل لك سندوتشات الحاجات الحلوه دي. وهفتح لك جاي لنا بقى مدام كابتن رحاب. كابتن رحاب جاي لنا من والله يا ام احمد انا سمعت عنك وقلت لازم اجي ادوق سندوتشات عليها. لازم اكل من عندك. وسمعت عنك سندوتشات ناس كتير يا جماعه دي بتعلم ما شاء الله بتاع العربيه. والله ما حد يعلمني السواقه. انا هعلمك ان شاء الله. ما حدش هيعلمني السواقه لا. انا هاكل احلى سندوتشات ان شاء الله. يخليك يا رب. اعمل لك اثنين كبار. ما شاء الله. اعمل واحده الاول نجربها. لو ما كفاش يبقى اعملي الثاني. صح ما شاء الله. لا بسم الله ما شاء الله روح. ما شاء الله يا نص كيلو ما شاء الله تبارك الله. حاجه كده اخر جمال وحلاوه. يلا عايزين ترى يا مدام حبيبتي دي على فكره بموت. ده انت اللي حبيبتي يا ام احمد. انت والله اللي حبيبتي. انا على فكره يا جماعه والله حبيبتي. انا بحب الناس كلها حبيبتي. والناس كلها بتحبني. وحب الناس جامد والله العظيم. الناس كلها بتحبني الحمد لله. حب الناس جامد عشان عايزه تضمي. عايزه تشتري الصور. تعالي اقفي جنبي هنا هنعمل سندوتشات جنبها. ايوه ادي له التليفون تعالي. طيب يعني بصي هناكل احلى سندوتشات من غير حتى ما نلمس حاجه. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ ايوه ده بصي يا عاصم ادي له التليفون وخش اوكي بس كده واطي ليمون وبصل وليمون وكل حاجه ما شاء الله. وحاجتنا زي ما انت شايفين كده حاجتنا فوق الخيال. يلا يا جماعة أنا عندي الفسيخ النهاردة 150 جنيه. يلا ما حدش يعترض. يلا حد يلا 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 تعالوا عندي 150 جنيه. اقفلوا على البطاطس واقفلوا على البن واقفلوا على كله. يلا 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 بسرعة. يلا تعال فسيخ دلع وجميل وكلفة أنا وصحابي. نفس الأسعار يعني لو قلنا بلاش بطاطس ومش عارف بلاش بناكل لا مطرخ ما بطرخ. الله السمك بطرخ يا ولاد. الله اكبر على جمال وحلاوته. السمك بطرخ يا جماعه. بطرخ بطرخ ما شاء الله. حاجه كده جميله وحلوه ما شاء الله عليك. قوموا يلا بقى ما فيش حد اتفرج حتى ولا بص لي ولا قال لي حاجه. لسه نايمين لسه نايمين نايمين. بننام لحد امتى؟ شايفه البطرخ ما شاء الله. بايدينا بدايه البطرخ اهي. بعد اذنك بقى. بعد اذنكم يا جماعه هشام. هشام الله الله روعه روعه روعه. ايه الجمال ده؟ خدي واحد يا نور. روعه والله روعه. ده نور ده نور في يوم جات ليه؟ الله عامله رجيم. صوري يا نور. صور لا يا لا بقول لك لا. بصوا بقى الفسيخه ما شاء الله تبارك الله على جمالها وعلى حلاوتها. يلا من فضلك ده كابتن. ايوه يلا ايه الحلاوه دي؟ عشان لما تيجي تعلميني السواقه مالي بيزن بذمه اتزن والضمير. الله ايه الحلاوه دي؟ حرام عليك. وانت قلت له جماعه جبتيني هنا ليه يا نور؟ عارفه بقى لو ما علمتنيش السواقه حلو بس ما عملتش حرف. لا ابقى هتسافر. ايوه والله من اول سيشن انت هتلاقي نفسك على الطريق وكانك بتسيب بقالك 100 سنه. ايوه لا يا مدام. ايوه ايه الحلاوه دي؟ اروح الناس في ايديني. انا يا اما عندي كده اروح الناس في ايديني. جميل حالك كنت شرفتيني والله. يا جماعه ايه الحلاوه دي؟ والله يا جماعه ايه الزبده دي؟ ده زبده صفر والله بجد زبده. ايه ده؟
اعمل لها سندوتشات حلوه كده. ظبطيها قبل كده كانت عامله رجيم والدكتور كان سامح لها ان هي تاكل وانا زعلانه ان هي مش رجيم. شوفي شوفي هو كان انا بعرف اعمل الحاجات دي زي الربربه. بصي ايه القمر ده. كان يوم فري ام احمد قلت له نفسي اكل فسيخ قال لي روحي بقى. اقسم بالله زي السمنه. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي يا جمال؟ يا جمال يا جمال يا جمال. ايه الحلاوه دي يا جمال؟ شوفي شوفي الفص. استني بقى ما تقلب واحلام الصغيره دي ليا. روعه. انت هتسيبيني معلقه كده؟ اه تعالى اعمل له واحد يا جماعه ب 150 جنيه. ابو 150 جنيه اتفاجئ. الله ابو 150 جنيه يا جماعه. الشمارت العسل الشمارت. يلا تعالوا بسرعه. الشمارت الشمارت والله العظيم ثلاثه. يا انت تفتحي النفس. الله يخليك. كفايه بس يلا الشمارت وصل. الشمارت وصل. ايه الحلاوه؟ الشمارت وصل. الله يروعك. وصل وصل. الله اهو شوفي التخن بتاع الفص نفسه. شوفي حاجه سمكه قصيره وتخينه وجميله ملحمه. الله مليانه لحم اهو. ما شاء الله ما شاء الله. طب يا جماعه انا خايفه ضغطي يعلى. لا لا يلا قدامه 150 جنيه. يلا يا جماعه بصي يا نور بضعف قدامي الفسيخ ده يعني. بصي ما تضعفنيش وخلينا اقول ب 140. يا جماعه النهارده 140. يلا فري فري فري. بجد بجد ما شاء الله. لا وشوفي الصنعه وشوفي الجماليه بتعمل ايه. انت بتحبي حدو اعملها. اه الهاديه طبعا. شوفوا ده الصغيره اهي لمهريه. الله شوفي الفص. شوفي الفص طالع ازاي. بس يلا بسرعه هنموت خلاص كفايه كده. ونمشي حدو اعملها. خش يا نور. يلا الله الله الله. اعمل يا نور الحقيقي. الله اقسم بالله تحفه تحفه. ايه الحلاوه دي يا جدعان؟ بجد روعه روعه روعه. اقسم بالله روعه. رايك الصغير ده تحفه. طب نخش على الكبير. نخش نخش على الكبير. اعملي سندوتشات. لا بجد جميل قوي يا نور. ايه الجمال ده بجد؟ جامد والله العظيم يا جماعه. انا بجامل في نبرون. طب بصي طب بالله عليك اشهد. اقسم بالله. لا انا ما بجامل. الكبير ولا الصغير؟ يا سوري. ما اتنين حلوين. الاثنين قمر جامد. لا قمر قمر قمر. انت عايزه كده. استنى حلقه قمر قمر قمر. اخر جمال هو قمر. طبعا اعملهم سندوتشات يا جماعه اهي. سندوتشات جميله تفطر عندنا النهارده. الله الله دفترنا. بجد روعه دفترنا. ده بيفطروا الجماعه النهارده لانها كانت جايبه تعلمها السواقه. لا بجد بجد يا نور انا اليوم ده اليوم ده مش هنساه. ايه الجمال ده؟ بلدك ايه؟ بلدك ايه؟ نبرو؟ في من نبرو نفسها؟ احلى نبرو. ده احلى نبرو يا جماعه. شوف اول اسمع عن نبرو بس ما اعرفش ان هي بالجمال والتعوض. حبيبتي ده يا حبيبتي. بصي الزبونه عندي ده من اجمل الزباين. ايام الرجيم. ايام الرجيم. قلت له النبي يا ام احمد الدكتور طلب مني ان انا اكل فسيخ. لا بجد يا ام احمد تحفه. ايه الحلاوه دي؟ الحلاوه دي بجد. شايفين؟ الحلاوه دي بجد يعني. الله بجد بجد. الله يا كابتن. وين؟ لا السندوتش ده جامد. لا شفايا نشف ولا لازم نحط في الدم. نطلعها عشان نغلط. نطلعها ولا عشان نغلط. لا تاني عشان لو عملت لك سندوتشات شايفين؟ ده الصغيرة يا جماعة شايفين؟ لا يعني الفسيخة الصغيرة هتعمل لها سندوتشين ثلاثة كده من بدري. الحلاوة دي اهو شايفين؟ الجمال والحلاوة. الله والبتاع البث المباشر شغال. والله ده حاجة جميلة. طب والكاميرا عاملة حلوة؟ والله ظلمان. يلا بقى الكاميرا عمرها ما تجيب الحقيقة بصراحة. الكاميرا ظلمان. الله الكاميرا بتظلم الفسيخ. شايفه الفسيخه عندنا ميك اب ربان جامد. الفسيخه عندنا ميك اب ربان. ما بنشتريش مكياج. مكياج اللي بيبوظ الوش ده. احنا بناخد كده ربنا من عند ربنا. الحلاوه دي يا جدعان حاجه كده جميله. لا ده يوم مش هيتنسى. احلى من الفرصه. ايه الحلاوه دي؟ اهو صابوا السواقه وجم الفسيخ. ايوه ايوه ايوه. دلوقتي هتقول لك انا عايزه يا جماعه اعلم اي حد من نبروه. اي حد ده انا عاشقه نبروه. انا مش همشي. اللي عايز يتعلم السواقه يطلبها يا جماعه. لا يا جماعه انا مش همشي. هتديكوا اعلمكم السواقه وتاخد مكانه في السيف.
رأيك؟ انا موافقه خلاص. اه والله خلاص يا جماعه. طب الكورس بتاعك في شيخ ورنجة قصاد الكورس تمام؟ انا اتعلميني السواقه اتفقنا؟ السيخ؟ اه ماشي بس كده. خلاص يا ستي احنا خلاص احنا كده اتفقنا يا ستي. اتعلمني السواقه وابدا اعمل نفسي الحلاوه دي يا جدعان. ما كنتش احلم بالفطار ده بجد تغيير وطعم جميل. قلت ايه؟ روح انا يا عسل. انا بتتكلم. الله 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 الله. فكرة جميلة وتغيير. طب ايه رأيك بقى ان انا هعزم اخواتي نيجي نفطر معاك هنا؟ يعني يا معلم ولا نروح مشوار ولا جمصة ولا بتاع ده اللي انا اجيبهم هنا على طول. تعمل حتت في اي ارض زراعية اه ونفرش ونبيع. روعة روعة. لا انت تجيب فيهم بقى في ورد. مش عايزة تكون اه قوم ليه؟ دي العيال لا بجد تحفة تحفة تحفة. انا مش قادرة امسك نفسي بصراحة. احنا كده في اوضة. احنا نسحل شيخ. بجد؟ اه شيخ والله العظيم بجد. بس ايه رايكم في العرض بتاعي مع على فكره انا ومش هبقى من النوم يا جماعه وشوفوا العرض. انا ما كنتش متوقع على العرض 150 سمعت عن الكلام ده بس بصراحه ما كنتش اتوقع بجد. بجد يا جماعه عملوا عرض النهارده 150 يلا. بصوا ب 140 يلا. ضرب نار يلا ضرب نار يلا يلا يا جماعه. تحفه تحفه تحفه. يلا شايفين الجمال؟ بصل هي تنسي كده في الوصف والجمال. واظن انا وريته على الطبيعه الفسيحه من ايه. ويجي واللي يجي خلاص خلص. شايفين عصره الليمونه ده؟ بصوا انا بدأت لهم فسيخه فسيخه والفسيخه الصغيره. شوفوا عملت لهم قد ايه. روعة كمان روعة. احلى فطار يا جماعه. غيروا بجد بلا طعميه بلا فسيخه. اه والله ارخص من الطعميه. أنا سلاح سلوم معك. اعملي يا ام احمد اعملي اعملي كل لايف تاكل حالا اهو. يلا انتي ده العيال هيشوفوا اللايف هيقتلوني. مين يا عمر؟ العيال هيشوفوا اللايف يا ابو زمان بقى فطرينا. امال ايه ده احسن من الطعميه. زمانه شايفني الوقت هيقول لي حاجه. شوفي قناه الفواتير بالتليفون. ما ندخل على الصفحه حالا اهو. اه طب يلا ادخلي بقى واعملي لي ايه؟ اعملي لي متابعه. ماشي؟ بس صعب حضرتك عايشين في اه مش هعملوك حاجه حلوه قوي. العيش ده بيبقى حلو قوي على ال مع الفسيخ. انتوا شوقتوني ان انا طب ما تاكلي بقى. تمي نفسي. طب اعمل شايفين؟ ما عندي اجواء غير ده. جامد بجد بجد فطار جامد. روعه روعه روعه. الناس تاني بقى. دي بقى خدي خدي. احلى سندوتش الاخير ده يا بنتي. بصله. ايه الحلاوه دي؟ بس هيقولوا عليا ايه بس موضوع؟ اسمع الله يكرمك. والنبي جت لينا في يوم وزنت لها كيلو. قعدنا كلمات ايه؟ لا هي قعدت كلات وقولي خلاص انا هموت انا عايزه اكله كده حاجه. يا روحي كنت عامله جيم. اتعامله جيم والدكتور قال لها كله. انا طلعت من عند بيت تاني ما رحتش البيت. لا لا ما رحتش البيت تاني. احنا في سخان البحار يا جماعه. انا بروق امام مدرسه الصناعه. ملناش فروع اخرى. عندي العرض النهارده 150 جنيه. يلا تعالوا وغيرت رايي كمان شويه. يلا يلا قالت 140 يا جماعه. لا 150 يا جماعه.